طبعا يمكن اختياري في البدايه للاعاره في السعوديه، يمكن انا شايف ان هو كان اختيار خاطئ. كان المفروض اكمل في النادي الاهلي حتى لما بتقدم استعجلت شويه صالح في قراري. لكن انا بكلمك في النادي الاهلي، انت بره ممكن تلعب وتصنع وتسجل، بس ما بيبقاش في حد واخد باله من كل الكلام ده. لكن في النادي الاهلي انت حسيت انت الموضوع انت ده باص واحد باسيست، الناس كلها بتبقى واقفه جنبك. فاهمني، الموضوع بيبقى مختلف تماما. يمكن رجعت القاهره، يمكن اتكلم معايا كابتن محمد يوسف اول واحد اتكلم معاك. يمكن الفتره اللي انا رجعت فيها كان النادي الاهلي مشغول جدا بالمباريات. كان مباريات دوري، سيمي فاينل افريقيا، فاينل افريقيا. فكان حتى انا ما كنتش بكلم حد، انا ما كنتش بتصل بحد، لان انا كنت شايف الفتره اللي فيها الفرقه وفيها النادي الاهلي كانت فتره صعبه جدا، ومباريات وضغط مباريات كبير جدا. فطبعا استنيت لحد ما فاينل افريقيا يخلص. كنت مع كابتن محمد، كلمت مع كابتن سيد، ورجعت بدات البرنامج البدني بتاعي تأهيلي. طبعا ده كل اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت.